السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين وأبنائي الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم بالتعليم الفني الصناعي. النهاردة حلقتنا بتتناول تخصص من التخصصات المستحدثة في النظام الجديد المتعلق بتطوير التعليم الفني ككل والقائم على الجدارات المهنية أو قائم على منهجية الجدارات أو تطبيق منهجية الجدارات المهنية في التعليم الفني بصفة عامة وفي التعليم الصناعي بصفة خاصة. إحنا عندنا تخصص قائم بقاله أكتر من 70 سنة اسمه تخصص الزخرفة والإعلان. تخصص الزخرفة والإعلان الأول كان اسمه تخصص الزخرفة والنقش، يعني بدأ التخصص ياخد مجموعة أسماء كده، بقى فترة من فترات كان اسمه تخصص الزخرفة والإعلان والديكور، رجع تاني بقى اسمه تخصص الزخرفة والإعلان والتنسيق. ولكن مع الوقت بدأت مهارات هذا التخصص تتضخم. التخصص ده يعتبر يعني اللي بيدخلوه يعني بيتعلموا الكثير من التطبيقات المتعلقة بالفن التشكيلي والديكور وزخرفة الأسطح المختلفة وأنواع معينة من الطباعة الفنية على الأسطح. ولكن لما جينا يعني من كام سنة بداية اللي هو ان احنا نبص على سوق العمل عايز ايه، وبدأت تبقى فيه استراتيجية فعلية بدأت من 2014 بتوجهنا ان احنا كخبراء تعليم فني لما نيجي عايزين بقى نطور التخصصات اللي موجودة عندنا وفقا لبرامج جديدة قائمة على منهجية الجدارات، قالوا لنا يعني لابد ان انت تشوف احتياجات سوق العمل ايه. بدأنا ندخل نبص على احتياجات سوق العمل في هذا التخصص بصفة خاصة، فلقينا ان كل الاعلانات اللي بتنزل طلبة حد يعمل في مجال مرتبط بهذا التخصص تلاقي الاعلان نازل بيطلب حاجة معينة، بيطلب فني ديكور، بيطلب فني ديكور او بيطلب فني اعلان، لكن فني زخرفة واعلان ده يعني غالبا ما كانش بيطلب. طيب بدأنا ان احنا نبص على المهارات اللي محتاجها سوق العمل في فني الزخرفة والديكور، بدأنا نبص على المهارات اللي محتاجها سوق العمل في فني الإعلان، وبالتالي بدأنا بأول تخصص هيخرج دبلوم السنة الدراسية اللي هتبدأ دي اللي هي 2021-2022 بتخصص فني الزخرفة والديكور، وطلعنا بيه وطبقنا جدارات بعيد عن تخصص الزخرفة والإعلان والتنسيق. إن شاء الله كمان السنة دي يبدأ تخصص فني الإعلان على 2024 بإذن الله هينتهي تخصص الزخرفة والإعلان والتنسيق، ويبقى عندي تخصص فني الزخرفة والديكور خرج دفعة، ويبقى يبتدي عندي تخصص تاني اللي هو فني الإعلان. طيب إحنا عايزين أولياء الأمور عايزين يعرفوا ولادهم بيدرسوا إيه في هذا التخصص، إيه هي الحاجات اللي بيدرسها أبنائنا في تخصص فني الزخرفة والديكور. لا بيدرسوا حاجات كتيرة جدا جدا جدا، هنطلع على بعضها دلوقتي مش كلها. أنا هقول تقريبا الثلاث سنين ابنك أو بنتك هيدرس إيه في فن الزخرفة والديكور. طب لما هيتخرج أنت عايز تعرف هيشتغل فين، هو عشان تعرف فني الزخرفة والديكور بيطلب فين، بيطلب في أماكن كتيرة جدا من أماكن العمل اللي موجودة داخل مصر وخارجها، بيطلب في العمل في شركات المقاولات فني الزخرفة والديكور، بيطلب في شركات الديكور ومكاتب الديكور بيشتغل فيها، بيشتغل أيضا في الأماكن المتعلقة بالميديا سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون كفني للخلفيات وفني لديكورات هذه
الأماكن. أيضا في جزء منهم بيطلب في المصانع اللي هي بتقوم بتصنيع الدهانات كفني، طبعا لأن هو دارس طبعا ألوان ودارس تركيبات ألوان، فبيطلب كفني فاهم تركيبات الألوان بتكون عبارة عن إيه. برنامج فني الزخرفة والديكور برضو العامل أو الفني اللي هو يتخرج من هذا التخصص ممكن يبقى مشرف ديكور عام تحت إيد مهندس ديكور في أماكن العمل، بينفذ بقى حاجات كتيرة. طب تعالوا نشوف بيدرس إيه. أول جزء في الأجزاء اللي هو بيدرسها في هذا التخصص الجزء الخاص بالزخرفة، الطالب بيدرس فيه أساليب تنفيذ الزخارف على الأسطح المختلفة، جدران أو أخشاب أو معادن أو ورق أو بلاستيك أو مسطحات زجاجية أو قماش، من خلال بقى عمليات زخرفية زي الاستنسل، تصوير الجداري، والرسم على الأساس، الرسم على السيراميك، الحفر على الإزاز، التذهيب، عمل لوحات بالفسيفساء وتصوير اللوحات بالتمبر والإفريسك والديكال، والرسم على القماش والسلك سكرين. الجزئية دي في المنهج بتؤدي إلى تجهيز الخريج للعمل في مجال التشطيبات الزخرفية للمنازل والمعارض والاستوديوهات والدراما والسينما والمسرح. دي جزئية من اللي بيدرسها. في عندي جزئية الديكور والتنسيق، الطالب بيدرس فيه بصورة متوازية ازاي بيلزق ورق جدران والستيكرز، المناظر الطبيعية، ازاي بيلزق الموكيت واللينوليوم، وايضا تنسيق الستائر والمفروشات والسجاد والإضاءة، وبيدرس اساليب القياس عشان يبقى مقايس، اساليب التنسيق وتنفيذ الديكورات المختلفة واسس الديكورات الحديثة والتاريخية، لاعداد الطالب لممارسة مهنة فني الديكور مع وجود وحدات بالمنهج للديكور العام للمنازل وللاماكن التجارية زي المحلات والمعارض والفترين، وكذلك ديكور المسرح والسينما. وتهدف هذه الجزئية الى استكمال المهارات التي اكتسبها الطالب في الجزئية الاولى للعمل كفني ديكورات في اي مجال من المجالات السابق ذكرها. ايضا في بقى الجزئية المتعلقة بالدهانات، الطالب فيها بيدرس جميع انواع الدهانات الحديثة وازاي بنعد الاسطح للدهانات وتطبيق الدهانات على الاسطح المختلفة. دي طبعا فيها متشابهات كتيرة جدا. بيدرس ايضا كيمياء تصنيع وتكوين الدهانات والالوان الجاهزة واساليب قياس جودة هذه الدهانات المصنعة. دي بتؤهل الطالب للعمل في مجال الدهان على الجدران والاخشاب والمعادن ايضا، وايضا العمل كفني تركيبات وتصنيع دهانات بشركات تصنيع الدهانات، وده بمرتبات مجزية جدا. انا عايز اقول لكم ان شركات تصنيع الدهانات بتتهافت على فنيين تركيبات الدهان. طب ليه بتتهافت عليهم؟ لان فني تركيبات الدهان يعني مطلوب جدا، لانه دارس تركيبات الالوان ايه. ولك ان تتخيل ان فني تركيب الدهانات في المصانع اللي هي بتعمل دهانات ترتبط بالسيارات، كنت لسه بتكلم مع مدير احد المصانع، طبعا ما اقدرش اقول اسم المصنع يعتبر اعلان، ولكن قال لي ان الفني ده بتاع بياخد 10,000 جنيه شهريا، ده الراتب بتاعه. فيعني يعني رواتبهم عالية جدا، وفي نفس الوقت رواتبهم العالية دي هم موجودين بقلة في سوق العمل. طيب نيجي نشوف أول حاجة بيتعلمه طالب برنامج فني الزخرفة والديكور. أول حاجة بيتعلمها إزاي يرسم الأشكال الهندسية البسيطة. أول حاجة بيتعلمها بيدرس وحدة للرسم الهندسي، يرسم الأشكال الهندسية البسيطة، يرسم الأجسام الهندسية، يرسم المساقط للأجسام الهندسية والإفرادات، بيحدد الألوان، تعرف على الألوان، دائرة الألوان المستخدمة إيه، بيقوم بعمل تكوينات من الإفرادات وتلوينها، وطبعا بيلون التكوينات دي بألوان مائية. دي حاجات بيتعلمها عشان يبتدي يعرف يعني ايه اجسام، يعرف يعني ايه مسطحات، يعرف يعني ايه مساقط للاجسام الهندسيه
الاجسام الهندسيه دي لما يعوز يعمل لها افرادات عشان يقدر ان هو يعمل تكوينات مجسمه منها، الافرادات دي بيكون شكلها ايه، ولما يعمل الافرادات دي بيلونها بالالوان المائيه عشان يبتدي يتعرف كفني ديكور ازاي اهميه اللون داخل الـ 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 الاماكن الخاصه باماكن عمله اللي هيشتغل فيها مستقبلا. طبعا لابد ان هو يتعلم الرسم، يتعلم ازاي يكبر ويصغر وينقل ويطبع. التكبير للتصميم معناه مضاعفة حجم التصميم حسب النسبة المطلوبة. هنا ابني او بنتي هيتعلموا ازاي يرسموا، ازاي ينقلوا، ازاي ياخد رسمة صغيرة ويكبرها تبقى رسمة كبيرة، سواء بمقدار الضعف او 10 اضعاف. لو بمقدار ضعف بيتعلم ان انت بيجعل كل سنتيمتر في النموذج اللي بينقل منه 2 سنتيمتر في التصميم اللي بيقوم بتكبيره. اذا طلب منه التكبير بمقدار نص مرة بيجعل كل 1 سنتي في التصميم بيساوي 1.5 سنتي في التكبير. وهناك طرق متعددة للتكبير، اسهلها طريقتين. عندي طريقة اسمها المحاوي وطريقة اسمها المربعات. انا هنا بديلكوا فكرة عن الحاجات اللي هو بيدرسها بتكون عبارة عن ايه. اول حاجة طريقة المحاور. طريقة المحاور دي احنا بنقوم فيها بحصر الشكل اللي احنا هنكبره داخل مربع او مستطيل، وبنوصل اقطار الشكل ده ببعضها. بينتج عن ذلك مجموعة من المثلثات المحصورة داخلها خطوط العنصر المطلوب تكبيره. بيتم عمل شكل رباعي فاضي على الورق حسب نسبة التكبير المطلوبة، وبننقل بداخلها نفس الاقطار والمحاور، ثم ننقل الرسمة مكبرة. هنشوف يعني حاجة كده تصميم يعبر عن ده، زي ما احنا شايفين كده في يعني التصميم اللي فيه شكل الاسد ده موجود بنص الحجم فوق، وتم تكبيره لضعف الحجم تحت. الاول التصميم كان فوق، وصلنا الاخطار بتاعته وبدأنا ان احنا نرسم جزء جزء منه، مثلث مثلث. المثلث ده موجود جزئية فيه اللي هي دي، بننقلها تحت وبنكبر. الجزء ده موجود، المثلث ده موجود فيه الجزء بتاع وش الاسد، نبتدي ننقل جزء جزء. طب احنا هنا زودنا ليه الاحداثيات وزودنا الاخطار؟ لان هنا في تفاصيل كتيرة داخل فيها الديل مع الرجل الامامية مع الرجل الخلفية، فزودنا الاخطار عشان نزود نرسم بدقة التفاصيل الخاصة بجسم الاسد ده. ودي احدى طرق التكبير اللي الطالب بيتعلمها في تخصص فني الزخرفة والديكور، ان هو ازاي يرسم حاجة صغيرة ويكبرها لحاجة كبيرة بأي نسبة من النسب. فدي طريقة المحاور. الطريقة الثانية عندي اللي هي طريقة المربعات. بنقسم النموذج الأصلي المطلوب ان احنا نكبره لعدد من المربعات. بنقسم المساحة بنفس عدد المربعات للنموذج الأصلي. لما بنيجي نرسم على الورق بيتم دراسة التفاصيل لكل مربع من النموذج الأصلي، وبنرسم بننقل الخطوط من هنا لهنا، ويتم في النهاية نقل جميع الأجزاء من النموذج المصغر إلى النموذج المكبر بالشكل المتوازن المطلوب، زي ما احنا شايفين كده هنا. برضو دي طريقة أخرى للتكبير، إن احنا بنقسم الشكل لمربعات ونبتدي ننقل اللي موجود في مربع مربع لغاية ما ننقل الشكل كله. ودي احدى طرق الرسم اللي هي او التكبير المتعارف عليها، واللي حتى الناس اللي هو ما بيعرفش يرسم في البداية ولكن يعني عنده بيحب الرسم يقدر مع محبته للرسم ان هو يوصل لمرحلة معينة من المهارة في الرسم. وانا عايز اقول لكم حاجة، انا يعني حد من الناس اللي اتخرجوا من هذا التخصص اللي هو تخصص الزخرفة والإعلان والتنسيق، طالب منه في ثانوي، أنا كان عندي موهبة الرسم، وكانت موهبة بسم الله ما شاء الله، يعني كانت موهبة قوية جدا، وكان ليا زملاء أقل مني موهبة كتير ما كانوش بيعرفوا يرسموا. ولكن لما بدأوا إن هم يتعلموا طريقة المحاور وطريقة المربعات بسم الله ما شاء الله، مع الوقت مهارتهم زادت في الرسم وتعدت مرحلة الموهوبين
مع الوقت لان هو كان حابب ده وحابب ان هو يتعلمه، فمع الوقت بقى يعني عنده مهارة عالية جدا جدا. وفي بعضهم دلوقتي فاتح شركات او فنان تشكيلي من الفنانين التشكيليين المعروفين جدا جدا، وهو في البداية ما كانش عنده الموهبة، لكن بالدراسة ظهرت عنده الموهبة اللي كانت يعني مدفونة جواه زي ما بيقولوا. نيجي بقى ازاي برضو بيتعلم ايه؟ بيتعلم الرسم على الاسطح المختلفة، بيجهز نموذج ورقي ملون للتصميم، بيكبر التصميم بالنسبة المطلوبة، بيتم تلوين النموذج المصغر ده الاسترشاد بيه اثناء العمل. طيب ازاي انا عملت تصميم صغير ملون عايز بقى ارسمه على السطح، بنقله ازاي؟ ده بيتم باكتر من طريقة. اول حاجة طبعا بكبر الرسمة اللي انا عايز ارسمها بالمساحة اللي انا عايزها على السطح او على ورق كبير. بيتم تبغيش خطوط الرسم على الورق. طب يعني ايه تبغيش؟ تبغيش ده ان انا اجيب الورقة اللي عليها التصميم ورسمت التصميم وكبرته اللي انا هنقله على الحيطة اللي انا هبتدي الون فيه، اجيب دبوس، الدبوس ده ابتدي امشي على خطوط الرسم اخرمها على مسافات يعني متباعدة كده، مثلا كل حسب حجم التصميم، تصميم لو كبير كل سنتي ممكن اعمل خرم. بعد ما بعمل الثقب او الخرم ده واخلص التبغيش ده، بقلب الورقة اللي عليها الرسم على ظهرها وبصنفرة خفيفة اشيل الزيادات عشان ما يتسدش الثقوب دي، ما تتسدش ايه تاني، وابتدي ان انا اثبتها على السطح اللي انا عايز ان انا اطبع الرسم عليه، واجيب اكسيد لون بني او اصفر اكسيد لو لون الارضية بتاع الرسم مجهزة ومجهزة كويس، ابتدي ان انا بمشي بالاكسيد ده، فالاكسيد بيخش من هذه الثقوب وبيطبع الشكل على الرسم، اقدر ان انا بعد كده اطبق التلوين عليه. الطريقة الثانية بتتم ان انا ممكن امسح ظهر الورقة بسفنجة بيها اكسيد لوني واثبتها على السطح وامشي على الخطوط تاني بالقلم الرصاص وبضغط عليها فبيطبع الرسم على السطح. الطريقة التالتة ان انا ارسم مباشرة على السطح اللي انا عايز ارسم عليه مباشرة كده، ودي طبعا بتبقى وفقا للمهارة. ممكن اكبر على طول واعمل المربعات بتاعتي والمحاور بتاعتي على السطح واكبر على السطح مباشرة بدل ما اكبر على الورق، ولكن التكبير على الورق بيخليني ممكن استخدم التصميم ده اكتر من مرة في اكتر من مكان، وده بيفيد وبيأثر معايا في الوقت اثناء العمل لو انا مضطر ان انا اكرر التصميم كتير وعشان اطلعه بنفس النسبة في اماكن مختلفة. لو جينا بصينا ازاي طبعا بيتم تكبير التصميم بالنسب المطلوبة على الورق، وكنا اتكلمنا قبل كده في حلقة من الحلقات عن موضوع الترقيم قبل التلوين. برضو احنا جهزنا رسم عمليات تكبير وتصغير والنقل والطباعة. التكبير طبعا التصميم شرحنا هو ايه وعبارة عن ايه، يعني بنعمل عملية تذكرة سريعة كده بالجزئية اللي احنا شرحناها. هنيجي بقى نشوف ازاي برضو ان ابننا او بنتنا بيتعلموا ازاي ان هم يرسموا ويلونوا بالالوان الزيت او الالوان المائية او الوان الاكريليك على الجدران وعلى الاسطح المختلفة. ودي زي ما احنا شايفين كده احد الرسامين او الفنانين بيرسم على جدران احد الخلفيات في احد الاماكن، هذا المنظر الطبيعي الرائع اللي احنا شايفينه اللي بيدينا احساس ان هو يعني صورة فوتوغرافية من قمة المهارة اللي بيتعلمها الرسام في رسم هذه المناظر. نيجي برضو من الحاجات اللي ابننا او بنتنا بيدرسوها في هذا التخصص، تخصص فني الزخرفة والديكور، عمل تكوينات زخرفية بالفسيفساء على الأسطح المختلفة. الفسيفساء دي عبارة عن بلاطات صغيرة زجاجية، هذه البلاطات بتكون ملونة فيها باليتة ألوان لكافة الألوان اللي موجودة في العالم اللي أنا ممكن أستخدمها أو في باليتة الألوان المعروفة.
هذه البلاطات بيتم تقطيعها وهنعمل لكم حلقة عن الفسيفساء وكيفية تشغيله وازاي ان احنا نقدر ان احنا نشتغله على الأسطح المختلفة. بيتم تقطيعها وبيتم تجميعها اما باللزق بالغرة او احد انواع الغرة او اللزق بالاسمنت او الملاط الاسمنتي على الوجايه. وطبعا احنا لما بننزل مترو الانفاق المصري بنلاقي عدد كبير في محطة انور السادات في التحرير بالاخص وبعض المحطات الاخرى من لوحات الفسيفساء اللي تم تنفيذها بسيراميك. ويعني احنا ممكن في الفسيفساء ده نستخدم فيه سيراميك وممكن نستخدم بلاطات زجاجية تباع مخصوص لهذا الاستخدام. واللوحة اللي موجودة قدامنا على الشاشة دي التي تمثل فنار بحري زي ما احنا شايفينها كده، لوحة مستخدم فيها بلاطات زجاجية صغيرة. البلاطات دي بيقدر ان هو يرسم بيها اشكال ويشكل امواج ويشكل صخور ويشكل عاصفة فوق في السماء وتلاطم، كل ده بيتم به بلاطات صغيرة متقطعة عشان تديني المنظر ده. كمان بتستخدم في زخرفة يعني زي ما احنا شايفين الحوض الجميل ده تم تغطية الرخامة اللي موجودة او القطعة اللي موجودة حواليه ببلاطات من الفسيفساء غالبا معمولة من السيراميك لانها زي ما احنا شايفينها فيها حاجات قطعة كبيرة وقطعة صغيرة بشكل احنا عايزينه. في اللوحة بتاعة الاسماك دي ايضا منفذة ببلاطات زجاجية من الالوان المختلفة عشان ارسم اللوحة الجميلة دي للسمكة. يعني دي موجودة في اسماك البحر الاحمر بالتحديد. في زي ما احنا شايفين هذه اللوحة الجميلة اللي هي بتمثل احدى الشواطئ الذي رابط عليه احد القوارب والنخيل والمنظر السماء والجبال، كل ده بيتم به تكوين ولزق بلاطات صغيرة جنب بعضيها. دي من الحاجات اللي ابني وبنتي بيتعلموها في تخصص فني الزخرفة والديكور. وعايز اقول لكم طبعا زي ما احنا شايفين برضو هذا اللوحة الجميلة الفنية للنمر اللي هو بيبقى موجود طبعا في منطقة الصين والهند، النمر المخطط ده اللي موجود وسط الغابة. عايز اقول لكم ان ابني برضو بيتعلم ازاي ينفذ ده، ودي الحاجات اللي هي تعتبر من الحاجات الغالية جدا لما تطلب منه كفني في السوق، من الحاجات اللي هي يومياتها ومصنعياتها غالية، ومن الحاجات اللي هو لو خذها كم اولى لنفسه مع عميل مباشر بياخدها برقم عالي جدا. طبعا بما ان الارقام متغيرة، زمان كان المتر بتاع دي من 30 سنة كان بيقف بألف وألف ومتين جنيه، دلوقتي يعني عدد السعر بتاعه طبعا تضاعف كثيرا، وخاصة في الحاجات اللي فيها تفاصيل كتيرة زي ما احنا شايفينها قدامنا. ايضا من الحاجات اللي هو طبعا بيتعلمها دي زي ما احنا شايفين دي الادوات الخاصة بتقطيع البلاطات الفسيفساء او البلاطات الزجاجية، وازاي ان هو بيلزق المنظر بتاعه ممكن مباشرة يلزقه على خشب بالغراء او بيلزقه على ورق لو هيثبته بملاط او اسمنت على حيطة، بيلزقه على قطع صغيرة على ورق ويبتدي ان هو بعد كده يحط على الحيطة الاسمنت بتاعه. ويعني تفاصيل مش عايز ان انا اذكر خطواتها قوي، لكن هعمل لكم ان شاء الله حلقة كاملة موجود فيها فيديوهات بتعبر عن هذه المهارة وازاي ان احنا نقدر ان احنا نقوم بيها باذن الله تعالى. نيجي من الحاجات اللي بيتعلمها ابننا وبنتنا في هذا التخصص، تخصص فني الزخرفة والديكور وفقا لمنهجية الجدارات المطورة اللي طورت في التعليم الفني. بيتعلم ازاي يعمل عملية تكسير الجدران بالخامات المختلفة زي ورق الحائط او الدهانات الى اخره. مثلا ورق الحائط هنلاقي ان هو بيتعلم ازاي يقص الورق بطول الحائط وازاي يسيب زيادات فوق وتحت تحسبا لاي خطأ في القياس، ازاي ان هو بيتعلم مهارة لزق ورق الحائط، وازاي ان هو بيساوي الزخرفة مع بعضيها لما يجي يلزق ورق الحائط، فالزيادات اللي هو بيسيبها فوق دي
وتحت بتفيده عشان خاطر ان هو يقدر ان هو يرص الورق جنب بعضه كويس، بيتعلم ايضا ازاي يساوي الورق الحائط من اعلى ومن اسفل، وبيبتدي منين، وازاي يساوي من عند السكلو او الازار بتاع الحائط من تحته، بيحتفظ بالقصاصات ما بيرميهاش عشان ممكن يحتاجها عشان يركبها حوالين الابواب والشبابيك. برضو بيتعلم ازاي يعد المادة اللاصقة لورق الحائط، وازاي يخلط مسحوق المادة اللازقة بالمية طبقا لعلم اصول الصناعة تدريجيا لضمان تجانس المادة اللاصقة بدون تكتل. دي مهارة من المهارات اللي هو بيتعلمها، ازاي يعد المادة اللاصقة بورق الحائط. ايضا بيتعلم انه يخلط باستخدام شنيور بمضرب لضمان جودة الخلط او بعصا خشبية عادية، وازاي يسيب المادة اللازقة بعد 10 دقائق عشان قوامها يتحول من مادة سائلة الى مادة غليظة يقدر ان هو يستخدمها للزق على ورق جدران على الحائط. كل ده بمهارات بيتعلمها ابني او بنتي، ويقدر ان هو يشتغلها في سوق العمل، ويقدر ان هو يعني ينفذها داخل البيت. بيتعلم ازاي يدهن الورق بالمادة اللازقة، ازاي بيدهن برضو الحائط بالمادة اللازقة لان هو المفروض بيدهن الاثنين، ازاي يلزق الورق على الحائط، وازاي يفرغ الهواء ما بين الورق وما بين الحائط لتجميع الشرائح جنب بعضيها. زي ما احنا شايفين الصور دي بتعبر عن خطوات اللزق وبيلزق ازاي. وعلى فكرة ممكن لو بوجود سلم ما يحتاجش حد معاه، لكن غالبا بيحتاج مساعد معاه عشان يقدر ان هو يظبط معاه الاداء في العمل. برضو بيتعلم ازاي يشطب نهايات الشغل، وازاي يزيل الزوائد بتاعة ورق الحائط. كل دي مهارات يعني بيكتسبها، ازاي يفرد الورق على الحائط من اعلى لاسفل، وازاي بيطرد الهواء باستخدام فرشة او قطعة اسفنجية، ازاي بيثبت القطعة التانية، وازاي الفاصل ما بين رول الورق اللي لزقه ورول الورق اللي جنبه ازاي ما بيبنش، وازاي بيكويه بالعجلة الدوارة اللي هو ماسكها بايده دي اللي بتخلي الفواصل ما بين ورق الحائط ما يبنش، ازاي بيتأكد ان حافة الورقة بتتحط على القطعة اللي اتلزقت قبلها، ازاي بيضغط على اللحامات بقطعة اسفنجية بعد مرور 20 دقيقة من تركيب الورق لإخفاء اللحامات والفواصل، ازاي بينظف الزوائد من المواد اللاصقة المستخدمة في عملية التثبيت في الفواصل وعند نهاية السقف بقطعة اسفنجية مبللة قبل ما المادة اللازقة تجف، ازاي يركب قطع ورقية فوق بعضيها. برضو من المهارات اللي مهمة جدا اللي بيتعلمها ولادنا في هذا التخصص مهارة لزق المكت على الارضيات، ومش المكت بس، المكت والمشمع، يعني طرق لزق المكت. بتعرف ايه طرق لزق المكت؟ بيتم تركيب المكت على ارضيات البلاط او الاسمنت او ارضيات خشبية طبيعية او ارضيات خشبية صناعية، ولابد ان يتم اعدادها قبل اللزق. بيتعلم ازاي يستخدم وسائل الامن والحماية والسلامة المهنية الخاصة بهذه العملية. بيتعلم ايضا او بتتعلم ايضا ازاي يجهزوا الارضيات لعمليات لزق المكت. لابد ان الارضيات تكون مستوية تماما وخالية من اي فجوات وشروخ عشان ما تظهرش العيوب دي بعد ما الزق المكت، الاقي المكت نازل في المكان اللي فيه فجوة ده. برضو خطوات لزق المكت، ازاي بيثبت شرائح الخشبية المسننة حوالين داير ما يدور الأوضة اللي هو بيلزق المكت عليها، زي ما احنا شايفين في الصورة دي ازاي بيثبت الشرائح الخشبية المسننة في محيط الحجرة. بيتعلم برضو ازاي يفرد ويفصل
الفوم المرن وفقا للمساحه. انتوا بتلاحظوا دلوقتي لما بنروح اماكن من اماكن العباده نصلي، واحيانا في بعض الاماكن في الفنادق بنلاحظ ان احنا واحنا ماشيين على الموكيت، الموكيت بيغوص لتحت ومريح شويه في السير فوقه، لانه بيبقى تحتيه فوم. الفوم ده اتعمل خصيصا لانه يتفرش تحت الموكيت، الموكيت اصلا معمول منع الاصابات عند السقوط عليه. والفوم ده بعد ما بنثبته على الارض بنبتدي نلزق الفواصل بتاعته مع بعضيها زي ما احنا شايفين كده، ب يعني سولوتيب عريض مخصص لذلك. ازاي افرد الموكيت فوق المساحه اللي انا عايز افردها؟ ازاي ان انا ابتدي ان انا اقص اللي هي اللحامات الطولية؟ ازاي بستخدم الشريط الحراري والمكوى؟ الشريط الحراري ده لما بيجي يعمل فاصل في النص ما بين الموكيت بيستخدم الشريط الحراري اللي احنا شايفينه ده تحت الفاصل، وليه مكوى مخصصة اللي هو حاططها دي. المكوى دي بتدوب المادة اللي هي اللاصقة اللي موجودة فوق الشريط ده، وبتخلي الموكيت يثبت كويس في المكان، واقدر من خلال ادي الشريط وادي المكوى اقدر كده ان انا اثبت الموكيت كويس وما يبانش فواصل الموكيت عشان ما يبقاش مكسر كده وما يبقاش يعني فيه هواء. في حاجة اسمها شداد موكيت. ازاي بتعلم يستخدم شداد الموكيت ده؟ يبقى ليه سنان كده بتنزل في الموكيت تغرس فيه، وان انا لو المكان ده مش مظبوط وفي هواء او ما اتفردش الموكيت فيه كويس، في جزء كاوتش هنا عند الركبه بخبطه برجلي عشان افرد الموكيت كويس واشد الموكيت كويس على الارضيات. بيتعلم ازاي يقص الزوائد من الاركان والاطراف زي ما احنا شايفين كده بالقطر، وبيشيلها ازاي. بيتعلم ايضا ازاي يدمج الياف الموكيت باستخدام عجلة الدمج في الاماكن اللي هي كان فيها فواصل. دي العجلة الدمج دي لما بيمشي على الاماكن اللي فيها فواصل قطعة موكيت جنب قطعة اخرى، دي بتدمج اللي هي الزغب بتاع الموكيت او الالياف بتاعت الموكيت ببعضها والدريلي الفاصل اللي موجود. بيتعلم ازاي يشطب الموكيت ويثبت اطراف الموكيت باستخدام الازميل المعد لهذا الامر. ده اسمه ازميل موكيت، طبعا ما يشبهش الازميل اللي احنا بنستخدمه. والازميل ده اللي انا بقدر ازنق بيه قطع الموكيت تحت السكلو لما يكون متركب سكلو خشب، ازق القطع الموكيت ادخلها جوه عشان ما يبانش الشرشبه او الاطراف بتاعت الموكيت اللي هي مشرشبه زي ما احنا شايفينها على اليمين كده، وعلى الشمال كلها دخلت تحت اللي هو السيكالو فما عادتش واضحة. طبعا ده بعد ما استخدم الشداد في فرد الموكيت على الارضيات. من الحاجات برضو اللي انا بتعلمها ازاي اثبت الموكيت عند المداخل والممرات، ازاي اغطي بدايات الموكيت عند الباب بشريحة معدنية او خشبية بعرض 2 سنتي، ودي بستخدم فيها الشنيور والمسامير. طب ليه؟ لان اضعف حتة ممكن تطلع من الموكيت، يعني حتى لو انا لازقه هي المنطقة بتاعت بدايات المدخل الباب. ازاي بيلزق وبيثبت بالسيليكون وشنيور ومسامير يبتدي ان هو يثبت الارضيات. طب برضو من الحاجات اللي هو هيتعلمها برضو ازاي يستخدم يلزق المشمعات او اللونيليوم في فرش الارضيات. احنا الموكيت والمشمعات، المشمعات تشبه كتير قوي الموكيت في طرق التثبيت، لكن المشمعات بتباع على هيئه بلاطات من البلاستيك مربعه ابعادها من 10 ل 10 سنتي، 15 في 15 سنتي، 20 في 20 سنتي، 30 في 30، او بتتباع رول بالظبط نفس مقاس الايه الموكيت. طب ازاي بنلزق ارضيات بالمشمعات؟ بلزق الزوائد وبنظف الارضيات كويس قوي قبل ما الزق، بذيل الزوائد وانظف الارضيات قبل ما الزق. بعمل فرد للمشمع الحطه الاولى
وابتدي ان انا بعد ما اعمل عملية الفرد دي بقص الزيادات حوالي تقريبا 5 سنتي من الجانبين، بقص الزيادات، بسيب زيادة 5 سنتي من الجانبين. طبعا بعد ما بفصل وبقص، اول حاجة بعملها ان انا بعمل عملية تسوية للاسطح الخرسانية، بزيل الزوائد غير المنتظمة بالأجنة والأزميل، بملى الفجوات والحفر في الأرضيات بالمادة المعدة للحشو زي الأسمنت أو أي مادة ألكيدية حديثة من كيماويات البناء الحديث. برضو من الحاجات اللي أنا بتعلمها برضو اللي هو حساب المساحات والتكاليف للدهانات. هنا في يعني نموذج لأنا بتعلم ايه فيما يتعلق بالوحدات الخاصة بحساب المساحات والتكاليف. ده موضوع لوحدة خارجية لأحد الورش الصناعية، المواصفات زي ما بتبقى موجودة في سوق العمل، الطالب بيدرسها المواصفات الرسمة عبارة عن كذا كذا كذا، مسقط رأسي لوجه خارجي لأحد الورش، مقام من المباني والأبعاد، الأبعاد موضحة عليه بالمتر الطولي، المطلوب بند واحد عمل كشف كمية لحصر مساحة الدهان الواجهة من المباني من الجهتين بدهان الكوارتز بالرولة ومشطبة بالبلاستيك المحبب، بيديله كافة الايه المواصفات. يبتدي المقايس يروح بند 2، مطلوب ايه عندي في بند 2، عندي جدول المعدات لدهان الكوارتز بالغلة، عندي الرسمة بتاعة الواجهة اللي هو هيحسبها وعليها الأبعاد بالمتر. يبتدي هو يقسمها الأشكال الهندسية ويبتدي يعرف المساحة بتاعتها ايه ويطرح الأبواب والشبابيك والفراغات اللي موجودة تمام عشان يقدر يحدد المساحة بالمتر بدقة ويعرف الخامات اللي هو عايزها ايه. كشف حصر المساحة هو يعني هوريكم الكشف ده عبارة عن ايه، ولكن برضو لابد ان هو برضو من الحاجات اللي بيتعلمها اللي هو تجهيز العدد والادوات اللي هو يستخدمها في الدهانات. زي ما احنا شايفين في عندي اللي هي الفرشة، في عندي سكاكين المعجون، عندي الكف بتاع المعجون، عندي اللي هي الجرادل الخاصة بنقل السوائل والدهانات، عندي السقالات، السلالم، عندي المصافي، وعندي الرولة. لابد ان هو يتعلم يجهز المعدات دي، وايضا بيتعلم يجهز الخامات سواء كان صنفرة او علب الدهان نفسها او المعجين بتاعتي او البويات او اللاكيهات او الخامات والسوائل. كمان نعرف ايه هي انواع الدهانات بقى اللي هو بيستخدمها او بيتعلمها ان هو يطبقها على الاسطح المختلفة، الكوارتز، الجرافيتو، السواحيلي، الطينة الياباني، اللي هي كل انواع الدهانات. يعني عندي في دهانات خشنة خارجية لابد ان هو بيتعلم ايه هي الدهانات الخشنة الخارجية زي دهان الجرافيتو، وده احد انواع الدهانات المستخدمة في الديكور. عندي دهان شيلد خشن، دي احد انواع الدهانات، ودهان اكريليكي زخرفي عالي الجودة وسهل التطبيق وطارد للمية ومقاوم للعوامل الجوية. هو بيتعلم كل ده وبيستخدم في ايه وبيستخدم في اخفاء انهي عيوب خاصة بالدهانات. بيتعلم ايضا الدهانات الخشنة الداخلية بتكون عبارة عن ايه، زي الدهان السواحيلي دهان خشن داخلي، وده عبارة عن دهان ديكوري مائي عالي الجودة مصمم لإعطاء أشكال رمال الصحراء الرائعة مع انعكاس لمعان الضوء الخلاب للقصور والمطاعم والفنادق. يعني بيتعلم إزاي يطبق ده. وعلى فكرة يعني الفترة بتاعته في تعلم هذا الدهان فترة كافية جدا ومحسوبة بدقة إنه يتعلم أساسيات الدهان، لأنه لما بيتخرج بقى ممكن يشتغل في ده وممكن يشتغل في حاجة تانية. فلما بيتخرج بيتعلم أكتر ازاي ينفذ ده بكل دقة ومهارة. في عندي دهان الطينة الياباني بيتعلم ازاي يطبقه ودي بتستخدم لايه،
وغير قابلة طبعا للغسيل بالماء. بيتعلم ايضا الدهانات المائية المحببة زي الكوارتز على الأسطح المختلفة، ده دهان خارجي للواجهات المعمارية من الخارج، مش بيحتاج لخبرة عالية في تطبيقه، زي دهان الجرانيوليت، وده دهان جرانيتي الشكل، بيستخدم في دهان الحوائط واجهات المنازل والمداخل أيضا، زي دهان ماك ودهان ديكوري ذو أساس مائي يعتمد في تصنيعه على خامات مختلفة، زي دهان الكراكلي اللي هو الدهان المشقق، من الدهانات العتيقة اللي تستخدم في طلاء الأساس في فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، والموضة دي عادت جدا وبقوة في الأساس وفي الجدران، وبتدي ما يشبه خيوط العنكبوت المتشابكة، بتدي شكل رائع للطلاء. بيتعلم الدهانات المصقولة زي دهان الاستوك أنتيك، وده دهان خارجي للحوائط المصقولة. بيتعلم دهان الظلال، وده دهان خارجي للحوائط المصقولة مقاومة للعوامل الجوية المختلفة. من الحاجات أيضا اللي بيتعلمها دهان القطيفة وتطبيقاته، وده دهان داخلي للحوائط المصقولة، وبيستخدم دهان القطيفة كدهان ديكوري داخلي سواء للأسطح القديمة أو الحديثة، وألوانه ثابتة وليه شكل لؤلؤ كريستالي براق، ويعتبر دهان من الدهانات الصديقة للبيئة الغير قابل للاشتعال، وده بقى مهم جدا جدا في الفترة دي. في دهان مرموديكوري بيديني تأثير الرخام، بيعتمد في تصنيعه على مستحلبات الأكريليك ويستخدم على الأسطح الخرسانية. بيتعرف على دهانات الديكورية واستخداماتها، بيتعرف على يعني برضو الدهانات المائية الخشنة، ما يجب اتباعه عند الدهان، فصل التيار الكهربي، تغطية مفاتيح الكهرباء ومخارج ومداخل الكهرباء، تغطية فتحات أجهزة التكييف، تغطية لمبات الإضاءة إن وجدت، تغطية النوافذ والأبواب. دي الحاجات اللي هي كمان بتخليه يحافظ على المكان وبيحافظ على نفسه من الإصابات في أماكن العمل، لأنه ممكن ما غطيش مفاتيح الكهرباء، أجي وأنا شغال المية تنزل، أو إذا كنت بدهن دهان مائي يوصل للكهرباء فيحصل ماس للحائط فيكهرب العامل، فهو بيتعلم إزاي يقي نفسه من كل هذه المخاطر، إزاي يغطي الأبواب والشبابيك والمسطحات الزجاجية. بيتعلم أيضا إزاي يعد الحوائط المتنوعة يعني الأسطح المختلفة، بيتعلم إزاي يكون الحائط خالي من الأملاح والدهون تماما، إزاي يكون الحائط مسامي يسمح بتغلغل الدهان داخله، ودي حاجة لابد أنه بيراعيها، إزاي ما يكونش الحائط خشن عشان ما يسببش صعوبة بالدهان. بيتعلم إزاي يجهز الحائط، إزاي يزيل الزيادات من الحائط بسكين المعجون الصلب أو حجر الجلخ، ازاي ينظف الحائط، وازاي يزيل الرمل والاتربة. بيتعلم معالجة الثقوب والشقوق واللحمات بالمعجون المصيصي، ازاي يجلخ السطح يعني يحد من امتصاصه للدهانات. كل دي مهارات بيتعلمها في تخصص فني الزخرفة والديكور، سواء كان بنت او ولد. بيتعلم يعني ايه معجون بلاستيك، ازاي يستخدمه ويفرده على السطح. ايضا يعني من الحاجات اللي احنا برضو لابد ان احنا نعرضها، بعض المهارات اللي الطالب بيتعلمها، زي ما احنا شايفين كده، ده لوحة، اللوحة دي تم تجهيز السطح الخلفي بتاعها بدهان كراكلي مشقق، زي ما احنا شايفين كده الارضية حصل فيها نوع من التشققات، وده بيتم ان هو بيدهن مادة تحت تكون ناعمة ومادة فوق تكون يعني بيحصل لها تشقق بتعرض للحرارة، فلما تعرض للحرارة او للشمس يبتدي يحصل التشقق، ده بيثبت التشقق ده بدهان ورنيش فوقيه عند مرحلة معينة، وبعدين يبتدي يرسم فوقيه بالالوان زي ما احنا شايفين، ومدينا منظر جميل جدا وعتيق الطراز. برضو من الحاجات اللي بيتعلمها ازاي يرسم
لوحات زيتيه او لوحات باستخدام الوان الاكريليك او الالوان المائيه. ودي حاجات من الحاجات اللي هو او هي لو مهارتهم كانت عاليه جدا فيها يقدر ان هو يستفيد من ده على يعني وجه الاستفاده فيما يتعلق بالنشاط التجاري. وغالبا المفروض ان مثلا ما يتمش ده، يعني مش الرسام اللي بيرسم هو اللي ينزل يعني يعمل عمليه تسويق، دي بتتم ما بين اتنين، حد بيجيد العمليه التسويقيه وحد بيجيد الانتاج. دي من المهارات اللي ولادنا بيتعلموها في هذا التخصص. وبرد ايضا من ضمن هذه المهارات مهارات الرسم على الجدران، وذكرنا ازاي يقدر ان هو كان عامل المنظر ده على لوحة صغيرة وملونة، وازاي كبره مباشرة على السطح او كبره على ورقة وطبعه على السطح عشان يقدر حتى ان هو يكرر منه عدد كبير من التكرارات. بيتعلم تاريخ الفنون المختلفة والفرق ما بين طرز الفنون سواء كان فن افريقي او فن يعني من الفنون الأوروبية أو فن من الفنون اللي هي المتعلقة ببيئة من البيئات اللي موجودة عندنا في مصر. زي ما قلنا بيتعلم برضو الفسيفساء، بيتعلم الرسم على الزجاج والحفر على الزجاج سواء من الأمام أو الخلف، بيتعلم أو المرايا طبعا، بيتعلم شغل الشنواء اللي هو زي ما احنا شايفين كده على ايدينا الشمال، اللوحة اللي هي اليابانية اللي فيها فتاة تلبس الكيمينو الياباني على أرضية يعني سمراء لامعة، ونلاحظ في الخلفية اللي هي الأشجار التي تميز الفن الياباني وجبال فوجي أو جبل فوجي اللي هو يعني من أشهر الجبال اللي هم بيقدسوه عندهم في اليابان. بيتعلم ازاي يرسم على الحوائط المختلفة والاسقف في المنازل والبيوت، ومهارة من المهارات اللي هي سعرها مرتفع جدا، المتر بتاعها عالي، بيبدأ لو في تفاصيل قليلة يبدأ من 500 جنيه للمتر المربع ويبتدي يتصاعد حسب اللي هي يعني الكثافات بتاعة الزخارف المطلوبة في الحائط ده، كل ما تفاصيل بتزيد كل ما سعر المتر بيزيد. وبيتعلم ازاي يعمل حتى مقايسة لده، يعني ازاي اقدر احسب تكاليف ده للعميل، يعني 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 ما بقاش حاجة كده يعني يعني ما بقاش حاجة كده يعني 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 عشوائية، لكن هو نفسه بيتعلم ازاي يعني يعمل مقايسة لكل حاجة انا ذكرتها في الحلقة دي. بيتعلم ازاي يقف في موقع ديكور ويشرف على عمال اثناء العمل ده من خلال ان بيبقى فيه مهندس ديكور كبير هو مشغله مشرف لاعمال الديكور داخل المكان. كل ده ابننا وبنتنا بيتعلموه داخل هذا التخصص. يعني من التخصصات اللي هي اقدر اقول لكم بتخرج مش فني، بتخرج كمان فنان لو كانت عنده القدرة ان هو ينمي مهاراته، حتى لو ما كانش هو موهوب من البداية لكن يقدر ان هو ينمي مهاراته ويتعلم الرسم ويتعلم يعني القيم اللونية ويتعلم قوانين الالوان وتوزيع الالوان والنسب، يقدر ان هو يرسم لوحات ويقدر ان هو يعني يدخل معارض. عندنا عدد كبير جدا من زملائنا فنانين تشكيليين وبيخشوا معارض كبيرة جدا من معلمي هذا التخصص، من معلمي العملي والنظري في تخصص الزخرفة الحالي. عايز أقول أن بإذن الله تعالى من أجمل التخصصات اللي ممكن يعني ابننا أو بنتنا لو عندهم الرغبة وقليل من الموهبة أن هم يتعلموا فيها حاجة هو تخصص فني الزخرفة والديكور. النهاردة شرحنا ايه هو التخصص، ابننا او بنتنا هيتعلموا ايه فيه، وارجو ان احنا نكون عرفنا ولادنا ايه الفرص المتاحة ليهم لهذا التخصص في سوق العمل. ولحد هنا انتهت الحلقة بتاعتنا النهاردة، وارجو ان احنا نلتقي في القريب باذن الله في حلقة اخرى بتتكلم على هذا التخصص وبتشرح جزيئاته جزء جزء باذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.